سواء كمنخرطة أو كعضوة إن شاء الله. سعيدة أننا غادي نكون تحت ظل رابطة، كما أنني كنشكر السيد ياسر الرفاعي اللي تحنا هذه الفرصة هذه أننا نتعرفوا على هذه الوجوه النيرة اللي كنستبشروا بها فعلا خيرا لما سمعنا من السيد الرئيس ولما سمعنا من الأستاذات. كنتمنوا أننا حتى حنا نوصلوا أننا نعرفوا ما يروج وطنيا وما هي المستجدات وكيفاش نحلوا المشاكل ديالنا، سواء كيف قالت الأستاذة مع التعليم العمومي واللي أصبح منافس قوي لنا، أو يعني المشاكل اللي كنتخبطوا بها حنا جراء هذه الجائحة هذه. وشكرا جزيلا. أن الرؤساء اللي كانوا حضروا في هذاك الاجتماع قالوا بأننا حنايا ما كنمثلوش قوة بحال الأطباء وبحال باش نفرضوا باش ناخذوا حقوقنا باقي ضعاف. يعني كنتمنى تكون هذه المبادرة تقوينا وغيكون عندنا أمل كبير. ومرة أخرى كنشكر الحاضرين اللي تنقلوا من مدن أخرى باش يعطيونا أمل أننا ممكن نوصلوا لهذيك الطموحات ديالنا. شكرا مرة أخرى. كتكون كنتكلموا فيما بيننا أم كنتصارعوا من أجل واحد المبلغ ناخذوه من ذاك التلميذ. وشكرا. أعطي للسيدة بهجة علي النقطتين التاليتين هي مقابلة الإطلاع على القانون الأساسي وثم انتخاب أعضاء المكتب.
تفضل استاذ. شكرا جزيلا استاذ ياسر على النظر الى هذه الوقت. اسمحوا لي ان اجيب على بعض التساؤلات او بعض الاسئله. اولا التعليم الخاص كان شريك، لكن قانون الاطار اصبح مكون. المتخصص يكون في راح يكون التعليم اشعار السلطه المحليه استعمال مركبات النقل المدرسي بحيث مواصفات ديال الوزن ديال الساعه ديال الكراسي و هذا ليسانتيغ سيكوريتي وعدد ديال الشروط مواصفات انترناسيونال دابا حاليا رخصه يعني سياره باش تعطيها رخصه ديال التنقل من عند مؤسسات التعليم الخصوصي الأساسي والأولي بمدينة القصر الكبير على انتخابي واختياري لرئاسة المكتب رابطة التعليم الخاص المغرب فرع القصر الكبير. هذا تكليف ومهمة أتمنى أن أكون عند حسن ظنهم. سنعمل إن شاء الله ونتجاوز الخلافات والإشكالات ونتعاون من أجل النهوض بقطاع التعليم الخصوصي بمدينة القصر الكبير وخدمة المصلحة الفضلى للتلاميذ إلى جانب وبدعم وشراكة مع مختلف المؤسسات والهيئات العمومية وشبه العمومية بما فيها وسائل الإعلام من أجل النهوض بالمدرسة المغربية وتحقيق الرؤية الاستراتيجية 2015-2030. شكرا جزيلا، بارك الله فيكم. ما تنسوش تتابعونا في قناة اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصية الجرس باش يوصلكم كل جديد. ديروا شير الفيديو وبارتجوا الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.